بإمكاننا هذا الحشد الشعبي أن يصل إلى عمق السعودية. كل من يقول لك الحشد ينحل لا صدق حتى لو رئيس الوزراء. هذه الأنظمة العدل في السعودية وفي قطر وفي مكة. والله مستمرين في الرياض. باكر ندوس المملكة. وطالب الحكومة بطرد السفير السعودي. الحشد الشعبي الذي سوف سيدخل الخليج بأمر المرجعية.